للسنة الثامنة على التوالي وتزامناً مع عيد الحب، شهدت العاصمة المؤقتة عدن ليلة استثنائية أقيم فيها مهرجان فني جماهيري وبزار شارك فيه العشرات من أبناء العاصمة المؤقتة عدن الذين عبروا عن رغبتهم في نشر المحبة والتأكيد على تشبثهم بكل معاني الحب والعيش بسلام. يعني يظهر للعالم أن عدن مدينة السلام، مدينة الحب، مدينة الأمان، يعني أن أي أقاويل أخرى أن عدن فيها الرعب والإرهاب هذا كلام غير صحيح. وإحنا زي ما أنتم شايفين عدن كلها فيها حب وسعادة وآم. المهرجان تخللته رقصات شعبية ومقطوعات غنائية ومسرحية استعرض من خلالها التاريخ والحاضر، بالإضافة إلى بازار مفتوح شارك فيه أكثر من 70 مالكا ومالكة للمشاريع الصغيرة وسط أجواء وطنية رائعة مارس فيها الصغار والكبار هوايتهم الغنائية معبرين عن حبهم للمدينة بتنظيم مؤسسة الحب والوفاء لعدن. طبعا مهرجان حب الوفاء لعدن سنويا يقام في 14 فبراير من كل عام. هذه السنة النسخة الثامنة أو الموسم الثامن ولله الحمد. ده معناه إنه نحن ماشيين في الطريق الصح، طالما إنه في استمرارية يبقى في نجاح. سعداء بأنكم موجودين اليوم، والهدف الأساسي من المهرجان هو اكتشاف مواهب جديدة شابة، إبراز الصورة الجميلة لعدن وفي تطبيع الحياة واستمراريته. فإحنا في المؤسسة هدفنا الأساسي طبعا أنه نعكس الصورة الإيجابية عن عدن وأنها ما زالت مستمرة. عدن والكل يعرف الكلام ده، أن قد تجرح لكنها لا تموت. وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الأسر التي توافدت إلى موقعه للاستمتاع بالأجواء الوطنية وسط فرحة وابتسامات علت وجوه الحاضرين. عدن هذه المدينة التي مهما عملنا لها ستظل في قلوبنا، ومهما عمل لها الكائدين والحاقدين ستظل عدن مثل ما هي عدن على مر الزمان. كم حاولوا أن يهدموا ويدمروا عدن، ولكن أهلها وحب أهلها لها ما زال في قلوبنا. ما زالت عدن تعج بالفرحة، ما زالت عدن هي عدن التي كانت مدينة السلم والسلام ومدينة الفرح. المهرجان أوصل رسائل قيمة لتجديد حب المدينة والعيش بسلام دائم بعيدا عن الاقتتال والنزاعات والحروب، وأكد الحب الذي يكنه أهالي عدن لمدينتهم وطقوسها وتقاليدها المميزة. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، محافظة عدن.